مجانين وعشاق السفر، فيديو جديد هكلمكم فيه النهارده عن الجزء الثاني والاخير من المالديف. اتكلمت عن المالديف الجزء الاولاني واتكلمت عن بعض الحاجات المجنونه فيها وازاي نسافر وازاي نروح وازاي نقعد في اماكن رخيصه وازاي نعمل كل حاجه. كل حاجه عايزين تعرفوها عن المالديف، ازاي تقعدوا باقل حاجه ممكن. لو جبت طياره زي ما قلنا ب 6000 جنيه ممكن تقعد الاسبوع كله ب 8000 جنيه ب 10000 جنيه في المالديف، برحلاتك بقى بسلطاتك بقى غنوجة بكل حاجة. اتكلمنا عن الجزء ده، اتكلمت عن كل حاجة، اتكلمت على اهم فندقين في الجزيرة دي، اتكلمت عن اهم الجزر الموجودة اللي هي جزر البابليك، اهم الاكتيفيتيز اللي تتعمل وكل حاجة انتوا عايزين تعرفوها. النهاردة هكلمكم النهاردة عن جزء مهم جدا. ايه هو الجزء ده بقى؟ الناس اللي احنا عايزين نحلم بالمالديفز، المالديفز اللي بنشوفها ودايما بنشوف الصور بتاعتها، الصور المجنونه، واو مالديفز هنروح فين، الجزر اللي في قلب المحيط، الفيلا اللي في قلب المحيط، الحاجات المتعودين نعرفها اللي سامعينها ودايما بنسمع عنها عن المالديفز ايه هي. مش هطول عليكم، فيديو هحاول اخليه بسيط كده خفيف، وهقول لكم على اهم الفنادق اللي ممكن نقعد فيها وازاي نروح فيها. بس اهم حاجه لازم نكون عارفينها، ومعلومات مهمه جدا، اهم المعلومات ان الجزر دي المواصلات هناك مش سهله. يعني ايه مواصلات مش سهله؟ المالديفز عباره عن جزر زي ما قلت في الفيديو اللي فات، 1200 جزيره. ازاي نتحرك حوالين 1200 جزيره؟ مفيش طرق، مفيش، الجزر كلها في قلب المحيط، جزر بعيد 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 بعيد. طيب عشان نوصل لل 1200 جزيره دول، طبعا اكيد مستحيل، بس اهم الجزر، في بعض الجزر في الشمال وبعض الجزر في الجنوب، كله بيتمحور حوالين المطار مالي، جزيرة مالي اللي هي العاصمة، كل حاجة بتتمحور في المكان ده. هتنزلوا زي ما اتكلمت في قبل كده، هننزل المطار هنشوف كاونترز كتير جدا. خلينا بقى نشوف أهم الجزر دي وأهم الفنادق والمنتجعات الخاصة في الجزيرة أو الجزر البرايفت أو البرايفت ريزورس في المالديفز. هنزل دلوقتي معاكم صفحة، الصفحة اللي انتوا شايفينها دي فيها الاسامي بتاعت الجزر او الفنادق الجميلة، الفنادق اللي فيها ووتر فيلا اللي انتوا بتحلموا بيها، الفيلا اللي بقلب المحيط اللي فيها حمام سباحة او من غير حمام سباحة او اي كان. كل الفيلا دي او كل المنتجعات دي تدخلوا شوفوها. انا كاتب جنب كل واحده مثلا فلاي بلاس بوت. فلاي بلاس بوت مثلا زي اول واحده مثلا دي، احنا محتاجين هنوصل المطار هندخل ناخد طياره، هنروح الكاونتر بتاعنا وناخد طياره. الكاونتر ده اللي بتكلم عليه اللي هو بتاع الفندق، زي ما اتكلمت فندق الفيديو اللي فات، هنروح للكاونتر بتاع الفندق بتاعنا، هتلاقي كاونترز كتير كده، شوف انت هتختار الفندق اسمه ايه والكاونتر بتاعه. طيب هنروح للفندق ده، الفندق ده بنروح له بطياره، تمام بقى، ده ملهاش علاقه بالطياره اللي توصلنا من دي، هناخد طياره ثانيه اسمها سي بلين. السي بلين دي كالاتي، هناخدها ونوصل، وصلنا بعد كده هناخد بوت ثاني، سبيد بوت ثانيه، وعشان نوصل المنتجع متخيلين الهسل والوجع الدماغ قد ايه، كل عشان تروحوا للفندق ده او المنتجع ده. طيب هنوصل، تمام، بس خدوا في حساباتكم كويس جدا ان الفنادق دي غاليه جدا، تمام، فيها كل حاجه، فيها الاسعار كلها وفيها كل حاجه، بس انا عشان اروح الفندق ده بغض النظر عن سعره، ممكن تلاقي سعره بسيط جدا وسعره حلو وفي المتناول واو، بس عشان اوصل له محتاج اخد طياره. الطياره دي انت متخيلين ممكن تبقى ثمنها اغلى من ثمن طيارتك الاصليه. احنا مثلا لو انا جاي من مصر للمالديفز، ممكن الطياره دي لمده نص ساعه بس تبقى اغلى من كل الرحله بتاعتك، ممكن توصل ل 300 يورو و 400 يورو. متخيلين يا جماعه 400 يورو عشان نص ساعه طياره ملهاش معنى عشان اروح اقعد في فندق زي ده. فانا كاتب لكم الليسته دي، الليسته دي فيها ايه اللي ممكن نروحه بالسبيد بوت مدتها قد ايه، واللي ممكن نروحه بالطياره، والقرار يرجع لكم في كل الاحوال. فاللي عايز يركب طياره طبعا هي اكسبيرينس مميزه وحلوه جدا، اللي عايز يركب سبيد بوت برده ممكن يروح، اللي عايز يعمل اي حاجه متاحه ليه. فانتوا شوفوا اللي يريحكم وشوفوا كل حاجة. أهم حاجة إن الفنادق دي خلاصة الخلاصة، دي خلاصة الخلاصة. هتلاقي فنادق كتير جدا عشان ما توجعش دماغك وجع قلب وصداع و دي خلاصة الخلاصة من الآخر. هتشوفوا دي كلها وخدوا. أنا أنصح، هتلاقي واحد اسمه كوراماتي
ده قريب من مالي او قريب كان من مفوشي، ده بنروح له بعبارة وممكن نروح له مش بعبارة بسبيد بوت، وممكن نروح له بالطيارة. القرار قراركم، ممكن تروحوا. تقريبا سعر السبيد بوت تقريبا 100 دولار 100 دولار ذهب وعودة، يعني تقريبا 2000 جنيه. بس رائع 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 رائع. فانتوا شوفوا ده، شوفوا اللي يريحكم، شوفوا اهم الحاجات اللي انتوا عايزين تعرفوها. بس انا اتكلمت كده عن المالديفز ازاي نروحها. حاجه بس اخيره لازم تعرفوها، البي سي ار. البي سي ار يا جماعه ثمنه 80 دولار هناك، 80 دولار لو عملته في اي منتجع دي في جزر الريبابليك. عشان كده لو انت هتسافر في الوقت ان شاء الله بعد كده ما نحتاجش البي سي ار. بس البي سي ار دلوقتي لو هتعملوه في المنتجعات دي، المنتجعات الغاليه دي، ثمن البي سي ار ممكن يعدي ال 150 دولار. ممكن هو مينيمم تقريبا 150 دولار، ممكن يعدي ال 150 دولار. فاتس اب تو يو، لازم تاخدوا بالكم من كل حاجه وكل حاجه، كل التفاصيل. الفنادق مش عايز اقول هي ممله، بس انا واحد من الناس ما اقدرش اقعد فيها اكتر من يومين، مش عايز اقول يوم، هم يومين بالكتير قوي، وهزهق وهمل. بس فانا بس حبيت ان انا انصحكم واقول لكم اهم الحاجات اللي تعمل. دي كده اتكلمنا عن المالديفز رخيصه قوي، ودي المالديفز الغاليه قوي. الليله في الفيلا اللي في قلب المحيط ممكن تبدا من اول 1000 دولار، وممكن 500 دولار، وممكن 400، وممكن 300. طبعا الفيلا اللي بالحمام سباحه مش زي الفيلا من غير حمام سباحه، مش زي حاجات كتير. يعني في سونيفا ده حاجة ممكن توصل ل 100,000 جنيه في الليلة، يعني ممكن توصل 5-6,000 دولار في الليلة، وارد ممكن يحصل. ففي فنادق كتير جدا، شوفوا اللي رايحكم، كل واحد على قد البادج بتاعته وانبسطوا. مالديفز يعني بحد أقصى زي ما اتكلمت هما 5 أيام. 5 أيام ده يعني كتير. بس فده كبيرها بالنسبة لي. احتاجتوا أي تفاصيل، احتاجتوا أي معلومات، احتاجتوا أي حاجة ابعتوا لي. الطيران دلوقتي متاح جدا على طيران الاتحاد، عاملين اوفر حلو قوي بيوصل ل 6000 جنيه. الفنادق اتكلمت عليها، شوفوا الفيديو اللي قبله، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بتاع الفيديو الاولاني. دي المالديفز الرخيصه ودي المالديفز الغاليه، اهم المنتجعات في. وشوفوا الفيديو اللي هو كوراماتي نزلته برضه، هسيب لكم اللينك ممكن تشوفوه. ده الفيلا في قلب المحيط، شوفوا بس شكل الفيلا عامل ازاي، هل هتنبسطوا، وسعرها ممكن يكون حلو. حاجه برضو مهمه جدا واخيره، نصيحه اخيره، تمام، ومش هطول عليكم اكتر من كده. المالديفز يفضل وانصح بده تحجز الفندق اول ما توصل المالديفز. يعني دي اسعار طبعا ملهاش مقارنه، هتلاقوا اسعار ارخص بكتير جدا من اي موقع هتقابلوه. شوفوا ده واعرفوا كل الحاجات دي بكل بساطه. روحوا الفندق، اي فندق هتلاقوا كاونترز كتير جدا، اختاروا اللي انتوا عايزين. شوفوا الفندق، الفنادق اللي انا كاتبها لكم دي كلها، اختاروا اللي انتوا عايزينه، وروحوا الكاونتر بتاعهم في المطار واحجزوا من هناك. دي تركايه كده مش اي حد برده هيعرفها، ودي عن تجربه شخصيه، عن تجربه شخصيه. لو انت حجزت من اي موقع هتلاقيه رخيص ممكن، بس لو رحت هناك هتلاقيه ارخص. فانتوا شوفوا واللي يريحكم، ولو احتجتوا اي حاجه تشوفوا تابعوني واعمل لكم كومنتات. عندكم الانستجرام عليه بلاوي، الانستجرام عليه كل حاجه وعليه تفاصيل وعليه كل التريكات. دي اهم النصايح اللي حبيت اقولها لكم في المالديف. ان شاء الله تبقى يعني فيديو خفيف عليكم، ولو احتجتوا اي حاجه انا معاكم. وشكرا جزيلا، نراكم في حلقه جديده ورحله جديده حول العالم. باي باي.